والجمال كله عنا في بي بيروت دايما ببرنامجنا، وانتم الحلا كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا دايما على شاشه ال بي سي. ان شاء الله دايما بنكون هيك فرحانين بلقائكم، وانتم كمان دايما على الموعد ساعتين ونص من الوقت متفق فيها نحن وياكم. واليوم بهاللقاء رح اكون انا ونيفين. مساء الخير نيفين. مساء النور ساشا، كيفك؟ يعني هي واكيد انا بدوري بدي احيي كل المشاهدين، وبدي ادعيكم تنضموا لنا لانه حلقتنا اليوم جدا مميزه وفيها كثير من الافاده والتسليه. نبدا نتعرف على ضيوف فقرتنا الاولى. من حي صاحبه مركز تدريبي للغه الجسد فيفيان ابي نخلي. اهلا وسهلا فيك فيفيان. بونسوار، مساء الخير. صباح تمام. وصاحب مدونة نادز ريفيو نديم صفي الدين. اهلا وسهلا نديم. هاي ساشا، هاي نيفين. هيدي الاغنية على القد هيك لانه كمان انت كوتش بالجيم. كل مرة عم بكتشف اغاني معكم جديدة. سو شو رح نحكي اليوم فيفيان معك؟ شو رح يكون الموضوع؟ هو مين اللي رح يكون الموضوع عن لغة الجسد. اوكي. اهميتها، ليش لازم نعملها، مين يلي لازم يعملها، ومين يلي بدربها. لانه هلا كثير عم نسمع صارت كومن وورد بادي لانجوج. بادي لانجوج بنسمعها، قبل كنا نسمعها كاريزما، هلا صارت مور ساينس. اوكي. وفي كل واحد يتعلمها ويتعلم التكنيك تبعها لنستعملها من بالديلي لايف تبعنا. اوكي، رح نغوص بالتفاصيل الموضوع بعد شوي. نادين، انا رح اخبركم عن الخمسه تي في سيريز يطولوا كثير اكثر عن اللزوم وزهقونا بالاخر وفلونا. يعني سي ماينس. دي شو سي ماينس؟ واكيد غيرها من الفقرات المميزه بنعرفكم عليها بهاللمحه السريعه. هيدي كانت خبريتي. نديم وين حتاخذنا؟ انا خبريتي كثير مهضومه، عم باخذكم على لندن. وولد ديزني اكتشفوا فيلم عملوه بال 1928، صوروا يعني بعد 87 سنة، لقوه بالمعهد السينما البريطانية، واسمه سلي بيلز هذا الفيلم، وكان من أول الكاركترز اللي اخترعهم وولد ديزني من زمانات، اسمه أوزوالد ذا لاكي رابت، يعني الأرنب المحظوظ. وهذا الكاركتر هو اللي طلعوا منه ميكي ماوس. أوكي. بتتصور لو ما طلع ميكي ماوس هذا بيكون الكاركتر اللي كلنا كنا عرفناه محله. يعني هو الأساس. هو الأساس، هو الإنسبريشن إذا بدك. ورح يعملوا هلا البريمير لهالفيلم، هو بس 6 دقائق ب 12 ديسمبر. واو. ايه، فانا اولي نبلش نقدم على هالفيزا ونروح نطلع مهضومين. لانه عن جد فرصه ما بتتكرر انك تشوف هيك فيلم وهيك كاركتر هالقد انشغل عليه. تصور 78 سنه فكروا ضيعوه هالفيلم وهلا لقوه. وشو حلو مقارن كمان انه كيف كانت السينما من بوقتها او كيف كان الفيلم تصور. كثير حلو. وعملوا ديجيتال ريماسترينج، سو رجعوا الكواليتي هلا شيء كثير قوي. الصوت والصوره فينحضر. ايه، لنقدر نحضرهم ونتابعهم بشكل واضح. حلو. فيفيان، شو الخبر؟ انا خبري لكل اللي عندهم ادكشن على السوشيال ميديا ينتبهوا، لانه في بنت بريطانيه عمرها 26 سنه بتفوت بنهار الواحد على مواقعها التويتر والانستغرام والفيسبوك 200 مره بالنهار. سو قد ما صارت تستعمل اصبعها انتعج اصبعها، انبعج اصبعها، وصار عم بيوجعها، وما كانت تقدر توقف ولا حدا يقدر يوقفها الا انه اما اخذت قرار بالاخير انه تمنعها عن السلولار تبعها. سو احسن انه نخفف ونعرف نستعمله من انه نبطل نستعمله بالمره. وخاصه بهيك حاله، يعني حاله ادمان. قال هي بتخاف انه يفوت شيء من الاخبار اللي عم يوصلوا لها او ايميل او يعني بالفعل دائما بنحكي انه عن السوشيال ميديا رح يصير ادمان، يعني في كثير اشخاص مدمنين. ايه. مش بس بالاصبع، كمان الرقبه، يعني بتخيل الواحد ما رقبه صارت تجاني من ورا التليفون عن جد هيك قالوا لي، فعم جرب خفف عم بعليه هيك بعليه على الهاي ليفل واللابتوب عليته كمان، فخلص تحسنت شوي الرقبه يعني. بس مع فيسبوك وتويتر وانستغرام صعب كثير. صح، حكيت صحيح. لكن من بعد ما قمنا بجوله على الاخبار رح نروح على تقاريرنا العالميه، واول تقرير عن النجمه بريتني سبيرس اللي اعلنت انها عم بتحضر لالبومها التاسع. كل التفاصيل بهالتقرير. انا كنت من جمهور بريتني صحيح. لا بس انا ناطره على بالي اشوف كيف حيكون الكفر مثلا. أي. اذا رح تغير رح ترجع مثل من زمان، لانه بتضل هيك صورتها لبريتني الحلوه الناعمه. بس لازم حسيت بلشت تزهق،
انه كنت شوفها بيرفورمنسز كانت فظيعه بالزمانات اول ما طلعت بالرقص صح. هلا بتشوفيها عم تعمل بيرفورمنس بتكرر حالها شوي بتحسي هي مالها جلاده بقى يعني بتصور انه مرحلتها الذهبيه عشتها اوريدي صح وعندها اولاد هلا وهيك صغيروا البرايورتيز صح اولوياتها اختلفت. طيب بنوصل الى فقره اسبوعيه تعودنا عليها مع نديم صفي الدين واليوم رح نحكي عن المسلسلات اللي بتطول كثير عادة بس ما نعرف بتطول يعني سنة موسم يعني خمس سنين ست سنين سبع سنين خلص تكبر معه بتعرفين أنا بتعلق كتير بالشوز وما بوقف أحضرهم يعني كتير ناس بيزهقوا خلص بوقفوا بس أنا بحس لازم كمل القصة للآخر فهذا الشيء ما كثير منيح مرات لما يطول الشو سبع سنين وثمان سنين يعني اي اكثر شو اليوم رح نحكي عنه طول؟ رح نحكي عن خمسه مسلسلات كثير طولوا وفلقونا بالاخر طيب شو طيب نديم شو اللي بيخلي المسلسل هالقد طويل من موسم لموسم؟ بتعرفي تي في از بزنس يعني لما يلاحظوا محطه مثل فوكس ولا اي بي سي بامريكا انه في شو كثير ناجح بيمنعون ما يوقفوا القصه بيجبرون يكفوها للقصه ومرات القصة ما بتحمل هالقد تنجر وتمد وتطول فهي شغلة كتير بشعة انه ما بيحترموا القصة وبيوقفوا الشو لا بيجبروني يكفوا مرات وكثير مرات رح احكي عنها بعدين المخرج تبع الشو بفل ما بده يكفي بقى ويبدلوه بيلاقوا حدا تاني بحطوه محله وبيجبروا الشو تكفي او ممثل كثير مرات وبدلهم عم يمدوا فيهم ليوقفوا يعملوا مصاري في شوز نجحت يعني اكيد كثير ونجحت لما يمدون اكيد بضلهم عم يعملوا مصاري هالشوز كثير يعني اتس بزنس مثل ما قلنا بس حتى الممثلين بتحسي بلشوا يزهقوا وما كثير عم بيصيروا عم يعطوا برفورمنسز قوية بيصيروا فشغله كثير حساسه بس هو اجمالا نديم المشاهد ما بيحب الشوز اللي هالقد بيطولوا ولا شو بتلاحظ؟ بالكوميديز ناس بيحبوا انه يطولوا الشوز كثير لانه بضلوا في قصص جديده ومهضومه وكرييتيف بس لما يكون في شو مثل لوست مثلا هلا رح احكي عنه بعد شوي فيه ميستري وعم يجروا فيها لهالميستري خلص حتى المشاهد بصير يتعب كثير نعم بدي اخلقه اوكي أول شو رح احكي عنه هو لوست نحن الجمعة الماضية على هالوين خبرتك ساشا عن أكثر سين بخوف كان بلوست بس اللي بخوف أكثر لإلي إنه قعد هالشو ست سنين مثل ما يقعد سنة واحدة بسيزون 1 كان قصته كثير حلوة قصة ناس بيكونوا على طيارة بتوقع الطيارة على جزيرة ولازم يحلوا الميستري تاع هالجزيرة فكرة كانت كثير حلوة وكل جمعة يقعدوا يفرجونا أحد من هول الأشخاص ويخبرونا قصتهم بس خلص سيزون 1 واجا سيزون 2 اوكي بلش يفوتوا الساينس فيكشن وخبصوا كثير خبصوا كثير كتاب الشو لانه ما كانوا قايلين ما كانوا مقررين براسهم شو رح تكون الميستري شو رح يكون الجواب فصاروا يسالوا اسئله كثير وما يعطونا اجوبه فكمشاهدين صارت كثير تتعب يعني تعب كثير انا تعبت يعني ما كان بدي اكتب عنه بقى للشو اوكي فصارت بتتعب كثير واحد يحضر لوست وضلهم لست سنين ست سنين عم بفتشوا على ست سنين مش عارف ما يقولوا لنا ولا جواب ولا حل فهلكنا وصلت اخر حلقه وكل العالم 50 مليون واحد بالعالم قعدوا ليحضروا اخر حلقه تصوروا وكلنا ناطرين هالجواب الكبير وما فهمنا شيء ما فيني اخبركم شو صار باخر حلقه لانه بعدني ما فهمت شو صار باخر حلقه يعني بعدهم ضايقين لا بعدهم ضايقين على مصمم ظابطين على الاسم فما فسروا لنا كيف خلص الشو يعني فبتحسي ضيعتي وقتك فهيدي شغله كثير مهمه انه لما ينزعوا للشو بالاخر باخر حلقه بتاخذي فكره عاطله عن الشو بالنهايه فنزعوا له لوست بالنهايه دائما هيك بنلاحظ نديم انه دائما وقت يكون في حماس كثير وناطرين مثلا حل وكل حدا بيصير براسه وعم بفكر وعم يستعمل مخيلته بيطلع اخر شيء لازم تشوفي على الانترنت صاروا ناس يخلقوا ويب سايتس يجربوا يحلوها للميستري لحالهم وهيك ناس فاتوا فيها كثير وانا منهم يعني شو لقيت لك؟ وبالنهايه ما فيني افسر لكم شو صار بس انه ربحوا ارباح ماديه خصوصا باول سنه بالاخص انه صح والممثلين كلهم صاروا كثير معروفين فاكيد كبزنس كانت فكره كثير قويه بس للكواليتي للشو ما كانت فكره جيده ابدا نوعيه المسلسل ما نجحت ما زبطت فلوست ما تحضروا ما تساليني ساشا عن ناد ريتنجز اليوم لانه كلهم ديز ليه؟ يمكن بلشوا كثير حلو باول سيزون ايز وبيز بس لما يصيروا بسيزون 6 و7 خلص الكواليتي رح يوطى اكيد كثير قليل الشوز اللي بيتركوا هالكواليتي
بقى تاني شو عنا إياه هو True Blood. أوكي. True Blood كان كتير يونيك بأول سيزن، كان فكرة كيف فامبايرز مندمجين مع البشر وفي حتى عنصرية لأنه الناس ما كتير مأكدين شو بدون الفامبايرز، ففكرة كتير يونيك وكتير مهضومة. سيزن 1 كان بياخد العقل، very creative. سيزن 2 كان كمان كتير حلو، وبعدين بلش التخبيص لأنه مش بس جابوا فامبايرز، جابوا أشباح وويرولفز، يعني هيدا الرجال اللي بيتحول على ذئب. اوكي. صاروا ما في حدا بقى هيومن، ما في حدا بشر بقى على الشو، فنزعوه كثير. واخر حلقه فهمتها، مش مثل لاست فهمتها بس ما حبيتها. كان كثير بايخه، كان كثير بايخه، مش مثل ما توقعت. وتصوروا 7 سيزونز، يعني اطول من لاست حتى. وهيدا كثير الريبيوتيشن تبع الشو اخذ هيت كثير كبيره بعد ما طول هالقد، لانه هيدا عن جد كل الناس وقفوا يحضروه بالاخر. الريتنجز لوست ضلن الريتنجز عاليين. ترو بلاد نيفين كثير وات يور ريتنجز. طيب هو شو السبب يعني تبع بيصير في هالقد تخبيص يعني بقلب يعني هن اللي عم يشتغلوا بهالعمل بيناتهم بيصير في الرايترز بيجتمعوا مع بعض وما بيصير عندهم افكار بقى، فبيجربوا يخترعوا قصص ويخبصوا وكثير مرات ما بتزبط معهم. وهذا اللي شفناه بترو بلاد. وبيعتمدوا على انه الشو ناجح، يعني شو ما حطوا فيه بيعتمدوا على ناس مثل خلص تعلقوا بالكاركترز ما رح يوقفوا يحضروا. طب وهالكاركترز تبقى هي ذاتها من كل موسم لموسم؟ المين كاركترز بيضلهم اكيد المين 2 و 3، بس بيصيروا يزيدوا كل سنه ناس بس ليجربوا يرجعوا شويه حماس. بس ترو بلاد شو ما جربوا ما في شيء زبط معهم، ما نجح، ما نجح ابدا. طب قد ايه مثلا معقول يصير الشو ضعيف اذا الابطال مثلا تبدلوا او المين كاركترز تبدلوا؟ بيكون بالاخص المشاهد يعني بحب هالكاركتر المعين، خصوصا بشوز مثل جريز اناتومي مثلا حكينا عنه مش من زمان، انه قتلوا كاركتر كثير مهم. وانا عندي اصحاب شيئتي مثلا مغرومه فيه وقفت تحضر، فهيدا هول القصص كثير بياثروا كثير حساسه. مين بتبدلي من الكاست؟ مين بتجيب جديد ليجيب انرجي جديده؟ ودائما بس يبدلوا بيقتلوه، يعني مرات بيقتلوه او انه اختفى. بيقتلوا باكثر طريقه، الا بدك تبكي عليه. بيقتلوا بطريقه دراما كثير قاسيه وبيبكوك اكيد ذات الوقت. اوكي. ثالث شو؟ ثالث شو ريفنج. ريفنج مش عتيق، طلع بال 2011. فكرته كمان كانت كثير حلوه، قصه بنت ترجع وبدها تنتقم من عائله غنيه كيف حطوا بيها بالسجن وما كان بيستحق. فأنا لقيتها هيدي فكرة حلوة كثير، وحتى عملوها على التركي سموه انتقام. اوكي. هي ذات المسي تاع فاطمة يمكن. سمر. ايه صح. هي أنا ما بحضر الشوز التركية بتعرفوني، بس بتذكر سمعت عنه كثير هيدا. اوكي. ففكرة كثير حلوة، والسيزون 1 كان رائع لأنه كان كل جمعة تنتقم من حدا. تصوروا قد ايه بتفش الخلق، قد ايه عندكم ناس كنت تنتقموا منهم بالحياة. صح عندها لسه. فكل جمعة تنتقم من حدا، فكانت كونسبت كثير حلوة. بس هلا اتذكرت كأنه حضرت كم حلقة من النسخة التركية بس ما كان انتقام. ما كان يعني ما بيشد المشاهد اصلا، ما نجح كثير. ما حاضرة انا هيدا الاشياء. بيعانوا لأنه فكرة كثير حلوة لو نقلوها بطريقة حلوة. هلا سمعت صوروه على البوسفور، فكان كبرودكشن فاليوز شكله كثير احلى من الامريكان وان حتى، لان الامريكان بيصوروه كله على جرين سكرين، ما بيروحوا ما بيسافروا ما بيعملوا شيء. التركي صوروه على البوسفور بطريقه كثير حلوه. اوكي. سو كانت مشاهد حلوه. فريفنج خبصوا كثير كمان، هذا الثيم تبعنا اليوم تخبيص. فخبصوا كثير، حتى بسيزون 4 رجعوا بيا اللي هو مات، وهي كانت الشو مبنيه على الفكره انه بيا مات وهي بدها تنتقم. طلع انه منه ميت. هاي بتصير كثير يعني بتصير انا المشاهد عم بحس انه كانه عم بيستغبوه. ايه يعني فبطل يتعلق بال مزبوط. صحيح 100%. اوكي اللي بعده. هاو اي مات يور مادر هو الكوميدي الوحيد اللي رح نحكي عنه اليوم. انا قلت لكم انه كوميديز ناس بحبوا انه لما يطولوا. بس هيدا ناس ما حبوا انه طول. ليه؟ لانه كان فيه ميستري مثل لوست. كانت فكره رجال عم يخبروا اولاده كيف تعرف على امهم. فحلو هالسؤال، حلو هالمستري، بس جروها لتسعة سيزونز تصوروا وما كانوا يخبرونا مين هي الام. كل مره يعرفونا على بنت نفكر هاي الام، لا ما تطلع هي. كل مره يبخعونا جمعه ولا جمعه ولا جمعه. على تسعة سيزونز. تسعة سيزونز، تسعة سنين. ايه يعني كنت بالبريفي لما بلشت. فتسعة سيزونز جروها وعرفونا عليها باخر سيزون وقتلوها.
فتصوروا بيقتلوها بعد كل هالفترة حماس وناطرين بيطلع انه ما كان ان لاف وذ هير، كانت الام حدا ثاني. فبخعونا بخعة كثير كبيرة ودعانه لانه هاي مات يور ماذر لما طلع كل الناس قالوا رح يكون ذا نيو فريندز. تذكروا فريندز قد ايه كبير ايه ما هي بدي اقول لك اياه انه از كوميدي شو يعني فريندز قد ايه بقي كم سيزون ونجح 10 سيزونز فريندز. طب ليش؟ انه هيدا كان الكيمستري تبع الكاست ليه وجينيفر انستون اللي شفناها اليوم ما معقول قد ايه عندها كاريزما وخمسه ممثلين غير كلهم ما زهقوا بتحس بكل موسم عم بيقدموا شيء حلو بترجعي بتحضريهم يعني انا كل الناس اللي بعرفهم ما حاضرين فريندز مره حاضرينه كذا مره كل حلقه وبتصير تحفظ انك بعدين على 10 سنين يعني كل سنه يمكن انت بعدك عم تقول كنت بالبريفي مثلا يمكن تنس بتكبر يمكن ما يضحكك الشيء اللي كان يضحكك قبل او تتغير بس فريندز ضلوا مهضوم ما بعرف ضلك تحضر وتحس حالك صح بس هاو اي مات يور ماذر جربوا يكونوا ذا نيو فريندز بس بما انه كان عندهم هالميستري اللي ما خرج كوميدي بالنهايه ما زبطت ما نجحوا فشلوا صح اوكي المسلسل الاخير المسلسل الاخير اكثر شو طول بينهم كلهم وما كان لازم هو بريزن بريك ومع انه كثير اخذ ضجه كمان كثير اخذ ضجه لما طلع سيزون 1 كان رهيب فكره شاب قصدا بيرتكب جريمه ليفوت على السجن ويظهر خيه اللي ما كان بيستحق يكون جوا وسيزون 1 كان مدروس بطريقه فظيعه صح وانا حضرت حضرتي لا ما بصدق ساشا حضرت شيء ايه عن جد تعلقت فيه كثير 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 بس بعدين خلص حضرتي 1 سيزون بحس اكيد مش اكثر لا ما مل انا نيفين اي ثينك حضرت بس حلقه واحده مش سيزون مش حلقه فسيزون 1 كان مدروس طريقة فظيعه كل حلقه بتتعلقي فيه وبتعدي على اعصابك خلص ظهر خيو من السجن وانا قلت خلص الشو لا فوكس لقوه كثير ناجح جبروني كفوا عملوا سيزون 2 كان قصه الاخوه عم يهربوا من البوليس مش عاطل نوت باد انبسطت فيه كمان سيزون 3 شو عملوا برجعون تو بريزن تصوروا بيرجعوا على السجن هون صار كثير سخيف ما كنت عم بتحمله بقى كثير صعبه تتعلق بكاركترز لما القصه منا ناتشرال منا ريل ابدا منا ناتشرال ابدا سيزون 4 ما رح نحكي عنه لانه ما بينحضر وشو اضرب خبر هون انه من كم يوم قالوا فوكس رح يرجعوا بريزن بريك بنرجعوه نكست يير مبسوطين ايه مع انه قتلوه للمين كاركتر باخر حلقه مايكل ساشا اللي حضرتي بسيزون 1 مع انه المين كاركتر عن جد انا كثير حبيته ايه من قتلوه باخر حلقه وهلا رح يرجعوا الشو ما بعرف كيف يمكن يطلع بعده عايش ما اكيد هيك رح يطلع مثل دائما اون تي في بس عن جد المسلسل الوحيد اللي حبيته هيك باول سنة لانه وقفتي بالفتره الصح ما كفيتي لو كفيت ما كنت حتحكي بس تتعب اعصابك بتتعب اعصابك كثير بس طريقه حلوه انا بحب هالحماس بالتي في سيريز وشو المسلسل هلا عم تحضره وهيك عاجبك شو عم بحضر؟ هلا عم بحضر انا شيء كنت عم عدهم من كم يوم عم بحضر عم بحضر شيء 30 شو ما بعرف كيف عم لحق واحلى شيء عم بحضره هلا هو ذا افير اللي صرت قايلها ساشا كذا مره تحضر ما عم تحضره نيفين سو عندي شوي امل يمكن انت معقول تبلشي لا احضره على دي في دي ايه فيكي اكيد ايه على دي في دي ايه صاروا 10 حلقات لهلا بتعملي قعده حلوه فشو بياخذ العقل بخبر عن قصه رجال كيف بيخون مرته وبتشوفي البرسبكتيف تبعه بعدين البرسبكتيف هذا قبل صح البرسبكتيف تبع المراه والرجل كل حلقه نص ساعه عن الرجال نص ساعه عن المراه زيت القصه سو بياخذ العقل بفهمكم اكثر وبتفهمونا والحياه حلوه وفيها الجمال انا ما بحس بس بليز احضروا لا حمسنا عن جد بدي اجرب ثانكيو نديم على هالجوله دايما بننبسط بحضورك معنا وسي يو نكست ويك اذا الله راد